تغلبنا عليها، واحنا يعني بالتعاون مع الجيش الثاني الحمد لله الاجراءات ماشيه، وكل يوم عن يوم بتزيد كمان معدلات العمل. الموضوع ارجع، انا بس عايز اقول ايه، ارجع الخريطه معلش يعني. ارجع الخريطه، انا بفكر لا بلا بفكر نفسي وبفكر كل اللي بيسمعونا على الموضوع دوت. بقول تاني ان الميه المستخدمه هنا هي ميه محطه بحر البقر اللي احنا افتتحناها من شهرين تقريبا، مش كده؟ شهرين يا فندم. ودي ميتها 5.6 مليون متر، ودي ميه صرف زراعي، مش كده يا دكتور مصطفى؟ تمام. انا بكرر الكلام ده ليه؟ عشان يبقى واضح لينا، واضح لكل المصريين، لما حد يتكلم يقول لك ايه الميه دي انتوا جبتوها منين، نقول له لا خلي بالك الميه دي احنا جبناها من ميه صرف زراعي كان ما بيتمش استخدامها للاستخدام الافضل، عملنا لها معالجه ثلاثيه متطوره خليناها بقت صالحه للزراعه طبقا للمعايير، مش كده؟ مش كده؟ تمام. السيد وزير الري والسيد وزير الزراعه، ثم بنعمل بقى البنيه الاساسيه المطلوبه لها عشان تزرع ال 500 الف فدان اللي احنا بنتكلم عليهم، نعزز اولا المنطقه بتاعت بحر اسف ربعه وبير العبد اللي كانت قبل كده محتاجه اللي هي الترفيق. يعني ايه ترفيق؟ يعني نعمل الشبكه الداخليه للاراضي ديت. كم الف فدان؟ 90 الف. 90 الف يا فندم. 90 الف فدان. طيب انا عايز اربط الكلام ده مع الكلام اللي اتقال في بدايه الفيلم الاولاني خالص اللي بيتكلم على ظروف توشكا. يا جماعه الموضوع اعمق من كده بكتير. الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه في التنميه والبناء اعمق كتير من ان احنا نقول في راي كده، بدليل ان هو المطروح هنا في المشروع ده 100 مليار جنيه. الكلام اللي انا كنت قلته لكم من يومين، قلت يا جماعه ده الفدان بيتكلف يا دكتور مصطفى 200 الف، عشان تزرعوا عايز تصرف 200 الف جنيه. طب هل احنا ممكن نشكل عبء على المستثمر ونقول له خش يعمل ده؟ هيقول لك حاضر، بس يمكن ال 200 الف اللي انت اسف النص مليون اللي انت عايزهم يتحققوا بقى على 50 سنه ولا 100 سنه. انا مصر ما عندهاش وقت يا دكتور مصطفى. ما اقدرش اغامر بالامن الغذائي للمصريين على طرح عايز فرص زمنيه كبيره. انا ما بقولش ان الناس مش هتعمل، لكن هتاخد وقت كبير قوي عشان يحط الاستثمارات ديت. بالاضافه ان في جزء لازم الدوله تعمله، لازم الدوله تعمله. النهارده لما بنيجي نتكلم على انك انت تضخ خلال سنتين 100 مليار جنيه في المنطقه بتاعت فين، انا بتكلم هنا سينا، بنتكلم هنا فين سينا، مش بنتكلم توشكا خالص. بس في النهايه هقدر اقول ان انا قدرت اوصل حجم الاراضي الزراعيه اللي موجوده في سينا لاول مره في تاريخها. ان سينا معروف ان هي ارض صحراويه جبليه قاحله، مش كده؟ ان انا اقدر ازرع فيها نص مليون فدان. نص مليون فدان يعني ايه؟ يعني لو انا قلت ان كل 5 فدادين ممكن يعيش عليهم اسره، يعني 100 الف اسره، يعني نص مليون برضو، يعني نص ايه؟ نص مليون انسان يعني هنا في المكان دوت يعيشوا، بدل ما احنا النهارده بنتكلم على ان البيئه دي بيئه يعني ممكن ما تبقاش داعمه للاستقرار وهذا الكلام.